بمناسبه توقيع الشرط ديال الكوميتي ريجيونال للانفيرونمون دي زافير، يعني اللجنه الجهويه ديال مناخ الاعمال. طبعا حنا كغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات لجهه فاس بكناس منخرطين في هذا المشروع، حاملين عدد ديال المشاريع اللي كتكون اللي كاينه في هذه اللجنه الجهويه، مستعدين يعني نوفروا الموارد اللوجيستيكيه والبشريه باش ننجحوا في تعزيز اولا التنافسيه الجهه، لان كنعرفوا ان جهه فاس بكناس ما فيهاش البحر، ما فيهاش لي بور، ما فيهاش كذا، اذا ضروري اننا نساعدوا المقاولات والمستثمرين باش يعززوا التنافسيه ديالهم حتى نكونوا في مستوى يعني التنافسيه في اطار التنافسيه بين الجهات، وفي اطار كذلك التنافسيه على الصعيد الدولي، باش ان شاء الله نساهموا جميع في التنميه الاقتصاديه ديال جهه فاس بكناس.